وطني، يعني قدي نحن كمواطنين لبنانيين متعلقين بالوطن، لأنه جذورنا، تراثنا، جدودنا، أرضنا، سمانا، هوانا، كله لبناني. وياريت مع كل استقلال منعيش استقلالنا الحقيقي، لأنه لو أخذنا الاستقلال من 79 سنة، ولكن بكل سنة بيتجدد انتمائنا للوطن، بكل سنة بيتجدد نظرنا لهذا الوطن. ولكن هذا الوطن أي استقلال؟ إذا نسأل الناس اليوم كلهم بيقولوا نحن منا مستقلين، لشو الاستقلال؟ لا بدنا نعيد، بدنا الاستقلال الحقيقي. بس هالاستقلال الحقيقي مين بيصنعه يا ترى؟ هل هن السياسيين؟ هل هن اللبنانيين؟ هل هن الشباب؟ مين بيصنع الاستقلال؟ هل هو الجيش؟ هل هن القوى الأمنية؟ كلنا منصنع الاستقلال. وحبيت مع بداية هالحلقة إنه بلش بصوت لبناني صميم، وصوت فيروز اللي منقلها عقبال المية كمان، لأنه هي مع الاستقلال. وبالتالي يوم كتير بيأسفنا بهاليوم الوطني الكبير إنه نخسر عملاق من عمالقة الفن اللبناني روميو لحود عن 92 سنة. طبعاً روميو لحود إلى بلاد كلها نور وكل اللي يليها عيد. وبصرني كتير اليوم استضيف النائب الشاب يلي آمن بلبنان ويلي ما تردد ولا يوم يكون بخدمة لبنان، ويلي اختار لبنان وما اختار الهجرة، مع أنه هو عنده باسبور أرجنتيني. يمكن هلأ أنا سرقته من متابعة المباراة اللي عم بتصير هلأ بالمونديال الأرجنتين، بس هو دايماً حاضر. رازي الحاج، أهلا وسهلا فيك، نائب عن المتن، نائب بتكتل الجمهورية القوية. أكيد بدي أتمنى لك اليوم تربح الأرجنتين. وفي صباح الخير لألك ولكل المشاهدين. هيدا نهار حقيقة يعني تختلج فيه المشاعر بين الحزن على وفاة الفنان اللبناني العملاق روميو لحود، على فخرنا بوجود فيروز اللبنانية والمتنية الأصيلة، نتمنى لها يعني عقبال المية بالصحة. وأكيد ذكرى الاستقلال اللبناني يلي يجب أن تتحول من ذكرى سنوية إلى فعل يومي، لأنه ما بنقدر نقول أنه هذا اللبنان يلي تكرس بدستور وتكرس بحدود معترف فيها دوليا، ويلي تعرض لكل هالانتهاكات باستقلاله، ولكل الوصايات ولكل الحروب يلي كانت بدها تزيله عن الخريطه وتجعله وطن بديل، وصولا الى الوصايات الى الوصايه والاحتلال السوري، اليوم النفوذ الايراني اللي موجود، وكل هالمواضيع بتخلينا نقول انه الاستقلال بحاجه الى فعل يومي كي نتمكن ان نحصنه، أنه نخليه يكون ماشي على ثوابت دستورية وقانونية ووطنية. وهون أنا بتمنى صعبة لبنانيا أستاذ رازي، صعبة لبنانيا، ما في شيء. هناك عم أقول لك أنه أنا بتمنى أول شيء من زملاء النواب أنه لمرة واحدة بهذا التاريخ المعاصر أنه ينزلوا على مجلس نواب ويحترموا هالدستور وينتخبوا رئيس جمهورية، لأنه ما بنقدر نقول نحتفل بعيد الاستقلال في غياب رئيس لهذه الدولة، وفي غياب حكومة، وفي غياب يعني انتظام المؤسسات الدستورية. لهيك دعوتي الصادقة أنه الكل شايف أنه اليوم قادرين ننتخب رئيس حقيقة صنع في المجلس النيابي حيث يتم انتخابه، حيث يتم إذا بدك احترام المواثيق الدستورية يلي ناصة بشكل واضح أنه علينا نحضر الجلسات، ننتخب لرئيس، نبقى بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس. هذا هو التمني الأول كمان. للنواب. هذا عم لك. الموضوع الثاني تمني للناس وللشباب بشكل خاص. كوني أنا نائب شاب، كوني عضو بلجنة الشباب والرياضة أيضا، كوني مناضل من وقتها كان عمري 13 سنة لليوم، أسست حزب المستقلون وبعضهم الشباب لليوم إلى جانبك، منظمة المستقلون. فنحن اللي كنا عم نجرب نعمله بكل هذه الفترة النضالية نجي نقول أنه
ما تنطر دائما انه كل شيء يزبط لحاله، ما في شيء بيزبط لحاله. صحيح. هناك تراكم اعمال وهناك تراكم نضال وهناك يعني اليوم نحن بتكتل الجمهورية القوية خلية نحل ما مننام، وخاصة بهذا الظرف النواب بيقولوا لك ما في رئيس جمهورية وما في حكومة وهلا ما في تشريع يمكن وما في حكومة نعمل عليها رقابة برلمانية أو بعد ما إجا الضوء الأخضر من برا لشو نحضر قديه هيدي بتقلمك كشاب يعني اليوم فيت على الندوة النيابية لك ست أشهر يعني بنحكي شوي من ست أشهر لليوم لشو نقعد نحضر لشو نشتغل. بالتالي دعوتي للبنانيين أول شيء دائما يعتبروا يكونوا مسؤولين مشاركين ومعنيين بكل شيء بدور حولهم، ما يعمموا ثقافة التعميم وأنه إيه كله مش منيح وكله مش ضابط وكله مثل بعضهم، هيدي أخطر شيء، هي بتجهل الفاعل وبتغيب المسؤولية وبتجعلنا كلنا هيك أسرى الكلام البلا طعمة، خاصة يعني بسمع أوقات بعض هيك العلموضة هلا على اليوتيوب وعلى هول الحلقات أنه إيه نظرية المؤامرة دائما حايطة بكل شيء وتسخيف لكل الأعمال، لا يعني اليوم في نواب بيسهروا ليل نهار ليشتغلوا عاملين فريق عمل عم بيضحوا بكل شيء ليقدروا يكونوا على قد هالمسؤولية اللي الناس عطيتهم إياها. بتشوفي بعض هيك يعني الفلاسفة بيطلعوا بيسخفوا هذه المواضيع لغايات ما بنعرف شو هي، خاصة أنه هناك هيك تيار جديد عم يبلش يفوت عند الشباب هو اللا مسؤولية واللا منطق ونظرية المؤامرة وأنه كله ما بيسوى وكله بده هدلقة أو كله يأسين من البلد ومش مصدق أنت بياخد هالباسبور بلبنان. هناك حتى إمكانية يترك البلد، هناك إمكانية فعلية لبناء دولة، مش ناقصنا شيء إلا أنه نطبق الدستور نطبق القوانين، ولبنان اقتصاده والطاقة البشرية اللي فيه طاقة كبيرة بيقدر يرجع يتعافى بسرعة إذا حطينا الأسس السليمة، وهذا اللي عم نشتغل عليه من ست أشهر لليوم. دخولك على الندوة النيابية يمكن اختصرت شيء منها هلأ بالبدايات، ولكن بعرفك متنيا خليني أحكي بتلاحق كل التفاصيل خصوصا القضايا اليومية الحياتية مع الناس. بلشت بمنصة لإيجاد وظائف، يعني منشوفك لأني طالب كمان يلي بده يشجر، انت حاضر كمان مع ويلكو انه تقدموا أجار حتى تساعدوا للتشجير. بعرف بالحريق يلي صار وما ينذكر وما ينعاد قديه تعبت حتى بالنهر، بس كنت ليل مع نهار وصلت وما تركت ولا تكة كرمال انه نحافظ على الطبيعة قديه، وغير انه كمان بالندوة النيابية دايما لك مواقف قديه. اليوم انت هيك من ست أشهر اليوم بتحس حالك انه بعدك وكأن عم نشتغل يوم بيوم لانه ما في عنا مرفق عام، يعني اليوم النائب عم بيقوم هو تقريبا بكل شيء. صحيح. بداية اكيد دور النائب هو دور تشريعي ودور رقابي على السلطة التنفيذية. نحن بحكومة تصريف اعمال، بالتالي هذا الدور جربت اني العبه على اقصى الحدود، ومثل ما قلك يعني مش لوحدي مع التكتل يلي نحن خلية نحل. أنا أسست مكتب للتشريع، في ناس متخصصين، في خبراء، في قانونيين، نشتغل على يعني سلة قوانين إصلاحية هلأ فينا نحكي عن البعض منا. إلى جانب هيدا الشيء نحن عم نشتغل برقابة على السلطة التنفيذية لو بحكومة تصريف أعمال، يعني قدمت بثلاث أسئلة للحكومة حول موضوع إعادة هيكلة القطاع العام، حول موضوع القمح والطحينة وين صارت الأزمة، وحول موضوع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين والسوريين، لأنه اعتبرنا ما في سياسة عامة كانت بتدير هذه القضية الكبرى يلي هي بلشت عندها تأثيرات ديموغرافية. واليوم كعضو بلجنة الشباب والرياضة عم ترجع تطرح الخدمة المدنية مش العسكرية. صح. الخدمة المدنية فيها. وهي بتهم الشباب أكيد. كمان هلا بنحكي فيها. وبالتالي على المستوى التشريعي والرقابة في يعني مكتب متخصص من ضمن مكتبي عم بيشتغل على هذا الصعيد. ايضا المتن يلي نحن بالاخر نمثل الأقضية، انا اكيد يعني كل لبنان من الكهرباء لسكر المي للنفايات، يعني كمان كان لك يعني ما تفرجت من بعيد على مكبر شحمود، رحت عن كسب نحن وشفت بصراحه ريبيكا المتن للاسف هو
ما بنقدر نتعامل معه كقضاء عادي، هو ضاحية بيروت الشمالية. أصلاً كنت نبلش فيه من فونداسيون وديع الحاج، صحيح. يعني متن يعني عنا مع المتن يعني بنعرف تفاصيله، بنعرف زواياه، بنعرف كل أموره والمشاريع اللي وضعتها واللي اقترحتها، هيدي كلها أمور ممكن تتسمر. هيك تأختصر لك شوي واقع المتن. المتن مفوخر، المتن اليوم فيه تقريباً حوالي 1,000,000 شخص بيعيشوا فيه. هذا المتن ما عنده شط وما عنده صرف صحي وما وبيتحمل نفايات كل لبنان تقريبا، يعني من بيروت للجبال. المتن عنده مستشفى حكومي واحد. المتن طرقاته بالويل، حتى يعني المنجز منه منه خالص. المتن بيئته بخطر. ملف الكسارات بعد يعني ما بنعرف كيف بدنا نعالجه، بعده الشغل ماشي بزنس از يوجوال. المتن بواقع الزراعة فيه يعني كثير عم بتخف، الصناعة غير منظمة، بنشوف في مناطق صناعية غير منظمة، التلوث فيه كبير. كل هيدا جعلني أقول أنه أنا بدي أشتغل بنوع من ميثودولوجية معينة، يعني بدنا نحط خارطة للمتن، مخطط توجيهي كامل للمتن تنقدر نعرف كيف فينا نشتغل، وإذا اشتغلنا مع دول مانحة أو مع جهات مانحة نعرف كيف منقدر نخلي هالمشروع يلي نجيب له تمويل يمشي. هيدا بعد ما حكينا عن البنية التحتية، عم نحكي عن المية اللي ما عم توصل بسبب اليوم عدم وجود طاقة للمضخات، صحيح. عم نحكي عن موضوع الكهرباء يلي هي بالويل، عم نحكي عن موضوع النفايات يلي هو كارثة بكل معنى الكلمة. رحت عن كسب وشفت المكب بلشنا ب يعني بالتدرج. أول شيء بدي أقول للمتنيين أنه خلال 3 أشهر وإن شاء الله يعني قبل بنكون عاملين مخطط توجيهي كامل لقضاء المتن بكل ما بيلزمه. لو هذا المخطط بحاجة لخمس سنين أو 7 سنين أنه يتنفذ، إنما هذا المخطط بيكون عم نشتغل على وضوح وعم نعرف يعني يكون عمل مسح لكل القضايا كل شيء بكل القطاعات التربوية الصحية كل شيء. يعني ما بدي خلي أي شيء بالمتن ما نكون فهمين شو وضعه وكيف فينا نحسنه وكيف فينا نعالجه وشو المتطلبات، لأنه المتن عم تكبر فيه الأعداد الناس اللي عم تسكن فيه، وبالتالي ما بنقدر نقول أنه إيه بنعمل مشروع. يعني بتعرفي درجة العادة على مشاريع اسمها هيت أند ران، يعني نعمل خبرية صغيرة بمبدأ الفرقايعة، بنعمل لها مهرجان كلفته أكبر من المشروع وبتخلص لسا. فبالمتن بشكل خاص ركزنا على أزمة نفايات، لأنه هيدي أزمة رح تنفجر قريبا، وعملنا دراسة لإنشاء معمل بمحل المكبات الموجودة للفرز والتسبيغ والتفكك الحراري يلي بينتج وقود، مش تفكك الحراري يعني عم نركب محرقة، وفي فرق كتير كبير. أكيد. والام تي في كانت بوقتها يلي رفقتني بالجولة البحرية، صحيح. اللي زرنا فيها المكبات من مية البحر، لأنه هونيك بتشوفي الكارثة وبتشوفي التلوث بالشط، وأيضا بنشر هذه الدراسة يلي أعديناها. هذا المشروع لازم يصير ليه؟ لأنه لما صار في انفجار 4 آب طار المعامل يلي هي كانت مفروض تعمل الفرز والتسبيغ، هي كانت بميلة الكارانتينا بيروت، واليوم نحن صرنا 2.5 3 سنين منكب هالنفايات مثل ما هي، يعني عم نزيد وعم تتراكب، وعم نرجع نعمر جبل كنا دفعنا 80 مليون دولار، تفككناه جبل برج حمود، عم نرجع نعمره اليوم بجديده. وحد هيدا طرحنا كمان عم نشتغل مع مجلس الماء والاعمار لنجيب كل المعلومات اللازمه بكيفيه تركيب محطه كهربائيه ببرج حمود وجديده بهالمكبات لنقدر نولد طاقه، على القليل نعود على السكان اهالي المتن ساحل المتن اهالي برج حمود الجديده البوشريه السد، نعوض لهم عن كل التلوث وعن كل الضرر يلي يعني لحقهم بطاقه مجانيه ممكن تتولد بكلفة بسيطة وتقدر تعطي طاقة مجانية من 3 إلى 5 سنين. وليش هذا المشروع ليه ما بتمتد اليوم مع أزمة الكهرباء، اليوم مع أزمة المولدات، وبتعرف اليوم مش تقدر الناس ليه نحن كمان ما بنولد طاقة بالماء إذا الشيء بنقدر يعني كل نزيد على ساحل المتن. كل الأمور يعني عم تندرس، بتعرفي أنا ما بحكي بشيء إذا ما كنا مخلصين له دراسته، أكيد. لأنه ما بدي هيك يكون عم بحكي بس هيك كلام، أكيد. مجرد للحكي. الأمر الثاني المهم موضوع المي بالمتن. أغلب مساكن
المتن اليوم بلا مي. صحيح. وخاصة يعني بالوسط وبالساحل. فاشتغلنا على دراسة لنشوف قديه بحاجة أهم مضختين إذا بدك فيهم يساعدونا، وهذا أكيد بالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومع المدير جان جبران يلي كان يعني متجاوب كثير معي وهيدي الحقيقة، وكل يوم منتابع معه ومع فريق عمله عشرات القضايا. ففي مضخة قطين عزار بعنطورة عم نجرب نأمن الطاقة الشمسية، ومضخة الدايشونية بالمنصورية بالمتن يلي كمان عم نجرب نأمن لها طاقة شمسية لتقدر هالمضخات تمشي ونكون عم نعالج أزمة انقطاع المياه في المنازل في المتن. هولي على مستوى البنية التحتية. أيضا كان عندي جولة على كل مستشفيات المتن، قربنا الواقع الصحي بالمتن الخاصة والحكومية وأيضا المستشفيات اللي عم تعاني من صعوبات. وكمان نحن هلأ رح ننهي دراسة قبل آخر السنة حول كيفية إنعاش الواقع الاستشفائي في قضاء المتن ونأمن الحد الأدنى من الاستشفاء من خلال كمان دعم المراكز الرعاية الصحية الأولية اللي نحن كمان شركاء واللي أنت بتعرف يمكن أكثر من غيرك قدي عم بيعانوا، لأنه كمان يعني اليوم أنت بمنطقة بس كنت وجوارة. صحيح. هذا المركز قدي عم يستقطب ليس فقط لبنانيين، عم يستقطب كمان سوريين، وعم يستقطب ليس فقط أبناء بس كنت إنما الجوار كله. الجوار كله عندنا تقريبا 6000 مستفيد. 6000 مستفيد. هلا تنرجع على موضوع من بعد الفاصل. بس بعد يلا بعد الفاصل. بعد الفاصل. أوكي. نتابع الحل عنا مع النائب رازي الحاج. كنت بدنا نوقف في موضوع المدارس كمان يلي صحيح المدارس الرسمية بتعرفي بالمتن عم تعاني مثل كل المدارس الرسمية بلبنان. امبارح بالتحديد كنا عم نتابع قضية اقفال مدرستين في برج حمود، وصلت مع الوزارة ومع مدير عام الوزارة يلي بشكروا على التوضيحات يلي قدموا. نعم حقيقة بس لنوضح، واحدة من المدارس ببرج حمود لا تستوفي الشروط أن تكون مدرسة، وأنا تأكدت أنه لن يتم فتحها للسوريين للاجئين السوريين بعد الظهر، يعني ما سكروها ليفتحوها لطلاب غير لبنانيين، وبالتالي تم إقفالها لأنه لا تراعي الشروط. هي مدرسة برج حمود الأولى يلي رح تنتقل لمدرسة برج حمود الثالثة، رح يصير في دمج يلي بتراعي الشروط والكاباسيتي يعني إمكانية استيعاب الطلاب أكبر. على الأكبر برج حمود الثانية التي أقفلت أيضا بسبب يعني نزاع بين صاحب الملك يلي ربح دعوة قضائية وهي إنجليش. نحن كمان بهمنا كثير أن يكون في يعني بالمدرسة الرسمية خيار أنها تكون فرانكوفونية أو أنجلوفون، وبالتالي يعني رحنا على اللي فهمته أنه صار الدمج مع سن الفيل اللي هي كمان بالنطاق الجغرافي القريب. هذا لا يعني أنه نحن مننبسط يتسكر مدارس أكيد. وهذا لا يعني أنه مننبسط نشوف مدارس رسمية مهرهرة. مشان هيك عم اقول لك من ضمن المخطط التوجيهي نحن اخذنا من بالتعاون مع المدير العام وبالتعاون كمان مع جمعيه اصدقاء المدرسه الرسميه بالمتن يلي بوجه لهم تحيه، عم اخذنا كل الداتا اللازمه لنبلش كمان بمسح شامل وبخطه شامله لهذه المدارس لنشوف كيف فينا كمان نكون عم نساعدهم بتحسين وقعهم اليومي، خصوصا اليوم مع وجود الكوليرا وضروري تكون في عندنا المياه المياه. عملنا كمان فحوصات للمياه. هيدا اللي بدي اقول لك اياه، يعني كنت سباق بموضوع فحوصات لكل الينابيع. للأسف في ينابيع يعني غير صالحة أعدنا لها الفحوصات، وعم نتعاون مع البلديات المعنية ممكن إقفالها حتى ما يتورط الناس. عم نتعاون مع البلديات المعنية من مبارح لنكون عم ما نعمل حالة هلع، لأنه كمان مش كل يعني إذا غير صالحة للشرب مش معناتها غير صالحة للاستعمال صحيح. المنزلي، وبالتالي ما نكون دقيقين بهذا الموضوع، يعني ما فينا نكون هيك شعبويين وناخذ سكوبات. أنا ما بدي أعمل سكوب، أنا بهمني صحة الناس وسلامتهم وسلامة أهالي المتن والمنطقة يلي أنا يعني بهمني أنه تكون عم بخدمها من كل قلب ورب لنقدر عن جد نجرب نحسن لوقعها ونشيل الإهمال المزمن يلي كان موجود في هذا القضاء.
متعاطي معه هيك يعني اذا بدك مثل ما قلت لك بخفه بدون دراسات، مشان هيك تاخير باظهار هذه النتائج اللي عم نعملها، لانه نحن عم نجي على ارض مسحره ما بنعرف شو فيها، عم نجرب نرجع نبني هالداتا، عم نرجع نبني هالملفات، نعمل دراسات لنكون نحن اي موضوع عم نقربه نكون عم نقربه بخلفيه علميه مش بخلفيه بس. وتعودنا على كل حال معك على نعم. على هذا هلا الموضوع. هلا اخيرا بقضاء المتن كمان بهمني اقول انه عم نتابع موضوع الصرف الصحي يلي يعني انكب كثير مصاري اللي هي مشكله المشاكل في بعض بكل لبنان. يعني اذا بدك المحطه الاساسيه ما انعملت برج حمود، في محطات ثانيه انعملت حنحط عليها مصاري اليوم هي بلا صيانه يمكن ترجع تنتزع، في الشبكات يلي يعني انعملت وانضغطت بدها كمان اعاده يعني اذا بدك التاكد منها وانه ننهي كل هالوصلات. عندنا بموضوع الطرقات عم نجرب نسعى مع صناديق استثماريه عربيه انه نسرع بموضوع يعني المتن السريع خاصه بوصله العطشاني عين علا، بكمان ايضا طريق المتن يعني الملف السلام المروريه كمان عم نفتحه مع كثير جمعيات متخصصه، وكمان هون بدي وجه تحيه لنائب رئيس اليازا الاستاذ انطوان الحاج يلي كمان من اسبوع كان ضيف يلي كمان عم نتعاون معه حول السلام المروريه بقضاء المتن، لانه هلا بدنا نشتغل كمان على موضوع تامين الجرافات للمتن، لانه اكيد هذا الموضوع اليوم كمان مع الدفاع المدني عم نشتغل كمان هذا القطاع اليوم وضعه صعب، عندنا احدى الجرافات يلي بتكلف تصليح 8000 دولار بفرع اب والمحيط ويعني وميرسي لك على كل يعني كمان الشغل يلي عم تعمليه والمتابعات، لانه بنكب عليكي قسم كبير من هال لا بس نحن كمان متكلين كثير عليك، فبعتقد انه انا بس بهمني يعرفوا المتنيين انه رازي الحاج عم يعرف بالشردي وبالوردة، عم نتابع وحاضر 24 مع فريق العمل، نحن بنحييهم اكيد، بنشكر مكتب المراجعات وبنشكر مكتب الانماء وان شاء الله هلا ما نحكي شوي اكثر اذا بعد معنا على الشباب والرياضه على موضوع الخدمه المدنيه مش العسكريه اكيد تنوضحها بس للراي العام. بصراحه نحن شفنا انه الاجيال اللي عم تطلع اهتماماتها شوي بعيده عن الخدمه المدنيه، تعلقها بأرضها بوطنها أخف، لأنه بتعرفي نحن بظل نظام عولمي طويل عريض في ألف معلومة بتوصل لك بالنهار 100% شوي هيك إذا بدك الأداء المسؤولين غير مشجع ما بيخليك تتعلقي بدولتك بهذه المفاهيم. تنقدر نجرب نعمل مشروع يكون عنده إذا بدك طابع أنه يفيد الكل، يفيد الدولة وإداراتها، يفيد الطلاب بالمدارس بتنشئة وطنية حقيقية نبني فيهم هالمواطنية من خلال أنه هن مشاركين ومعنيين ومسؤولين، وأيضا نقدر نرجع نسد الفراغات يلي موجودة بكتير قطاعات نحن بحاجة لتطور، خصوصا أنه هون أنا بدي أرجع أذكر المشاهدين لما كنت بحكومة الظل يمكن كانت الفكرة الأساسية بوزارة الاقتصاد وقتها لما انطرحت على الوزير آنذاك محمد الصفدي بإدخال الطلاب الجامعيين كمراقبين لأن كنا بحاجة صحيح. واليوم هالمراقبين صاروا ثابتين، يعني كنت سباق، فكيف اليوم إذا عم تطرح من خلال وجودك عضو بلجنة الشباب والرياضة إنه هالشباب يلي حن كمان حابين بمكان ما يكون لهم مكان عم يخدموا فيه البلد بمطرح يعني أكيد يفيد صحيح على اقتراح قانون يعني عم بشتغل عليه ليكون عم يشمل كذا قطاع، اول شيء الخدمه المدنيه تكون بالدفاع المدني بالاسعاف والصليب الاحمر باللواء الاخضر بالجيش لنقدر نرجع يعني نشجل. نفتح طرقات كمان بقلب الغابات طرقات صغيره للصيانه ونقدر نعمل تشجير لنقدر نرجع نربح الثروة الحرجية، نقدر نعمل خدمات إنمائية يعني مثلا تأهيل السجون، تأهيل المدارس الرسمية من الطرش من الدهان من كل هالأمور، وبالتالي هيدا بده تعاضد اجتماعي وبده خدمة مدنية عم نجرب ننظمها بطريقة ما تكون مكلفة على الدولة وما تكون كمان مكلفة على الطلاب يلي المنحة أنها تكون اختيارية بأول فترة لنقدر نكون يعني عم نجرب بإعادة إدخال الدم الشبابي يعني الصبايا والشباب اللبنانيين يكون عندهم
انتماء ويكون عندهم خدمة لهذه الأرض ولهذه المؤسسات، يعني ما نرجع بالأول نصالحهم معها وتنشي نقولهم أنتم رجعتوا بنتوبة على أسس صحيحة وأنتم مستقبلا، أنتم مستقبل هالبلد. فهيدا هو باختصار اقتراح القانون، حبيت أطلقه من عندك اليوم مع عيد الاستقلال لنقول أنه نحن ولا يوم نستكين. هذا لبنان ما رح نخليه ساعة يروحوه بالحرب وساعة يروحوه باللا مسؤولية أو يلهونا بأمور يعني مش الأساسية. دائما أوقات الأهداف تبقى هي ذاتها. أنا الخطر يلي بخاف منه أنه الخطر يلي كان عم يواجهنا بالحرب بتزويب لبنان وجعله وطن بديل أن تكون مستمرة هذه إذا بدك الأهداف، إنما بطريقة خبيثة بأنه إفراغ لبنان وبإحراج اللبنانيين لإخراجهم من هذا الوطن. اليوم المرفق العام معطل، قديش اليوم كمان في من الملفات، قديش في من الأمور، واللي صار كمان بهيئة السير يعني اليوم موضوع الفساد، موضوع تسيير المرفق العام، قديش بيأثر خصوصا بالمتن. يعني عندنا حل لهذا الموضوع جذري، كوني كمان عضو لجنة التكنولوجيا وكنت من يلي حطوا هالاستراتيجية التحول الرقمي لما كنت مستشار للوزيرة شدياء بوزارة التنمية الإدارية. بالتالي نحن اليوم أمام معركة جديدة، لأنه كمان كل شيء فيه تمويل وتوظيف بجربوا يحطوا إيدهم عليه، لغيوا الهيئة الناظمة يلي كنت أنا كمان يعني باسم تكاتل الجمهورية القوية محضر اقتراح قانون لإنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، لأنه بدنا هيئة ناظمة تكون عم تدير هذا القطاع. إذا قدرنا اشتغلنا أنه نعمل تحول رقمي في لبنان منكون قضينا على 90% من الفساد، منكون عملنا إدارة عامة عصرية ومستدامة، منكون خلينا القطاع الخاص يتنشط والدورة الاقتصادية تكبر. مع قانون الشراء العام كمان، صحيح. يعني مع قانون الشراء العام، في قانون الشراء العام، في قانون المنافسة، في كتير قوانين جيدة، إنما بدأ تفعيل. لهيك أنا من عندي كمان بقول أنه بكل لجنة أنا فيها بمجلس النواب عم باخد قضية مركزية أن نكون عم بتفوش فيها، لأنه هي رح تكون المدماك الأساسي للإصلاح في لبنان، للإصلاح السياسي الإداري الاقتصادي لنقدر نبني دولة قوية. ما تفكري ريبيكا بأي مشروع تعافي، خطة تعافي اقتصادي بدون وجود دولة فيها قانون وفيها مؤسسات وفيها عصرية وفيها يعني استدامة بعملها، في أي خطة تعافي تنقذنا. نحن صارفين مجمل موازنات العامة بخلال 30 سنة صارفين 371 مليار دولار، ما عملوا لنا شيء، صرفناهن، هدرناهن، ما خلينا، ما في شيء موجود اليوم. لهيك أنا بقول أنه مش لمليارين ولا ثلاثة ولا أربعة رح يخلونا نوقف على إجرينا، اللي بخلينا نوقف إجرينا نبني دولة. وهذه الدولة قادرة، وأنا واثق أنه نحن قادرين إذا قدرنا حققنا هذه الإصلاحات أنه نبني هذه الدولة القادرة. مش لأنه أوكي. صندوق النقد طالب، لأنه نحن كلبنانيين نحن بدنا صندوق النقد بيساعدك، بيساعدك نحن، بس نحن بالإرادة نحن من عنا. ليش طلبنا صحيح. بصندوق النقد؟ طلبنا بصندوق النقد لأنه بدنا مين يحط لنا كان خارطة الطريق، بس هذا تنفيذ علينا، الإصلاحات علينا. ما نرجع نغلط الغلطة اللي وقعنا فيها بين مؤتمر سادر لما طلبوا إصلاحات على السياسة يعني إذا بدك المالية بالفيسكال بوليسي وما عملنا شيء، واليوم نفس الشيء مطلوب إصلاحات بالسياسة النقدية بالمونيتري بوليسي وكمان ما عم نعمل شيء. بعد الكابيتال كنترول اليوم بعرفك اقتصادي هل اليوم بعد بفيد الكابيتال كنترول اللي هلا اني مجلس نيابي منكب مجددا عليه؟ إذا عمل صح بفيد، إذا عمل غلط بضر. وبالتالي انت موجود يعني في باللجنه المشتركه، دائما اوقات بيكون واحد يعني في دواء هو اسمه دواء، اذا اعطيتيه بالطريقه الغلط بتضر فيه المريض، واذا اعطيتيه بالطريقه الصح بصح فيه المريض. هلا الكابيتال كنترول دواء، بس ما نشوف اي مريض بنا. اول شيء كيف بدنا نعطيه ولمصلحه مين وكيف من نفذه. لهيك نحن المعركه الاساسيه اللي عملناها بالكابيتال كنترول هي الحفاظ على اموال المودعين، لانه ما بنقبل انه يتسلل من خلال هذا القانون مفاهيم جديده بتعرض المودعين للخطر وبتوضعهم امام نص قانوني مشرع مجلس نواب بيقدروا من خلاله البعض يتهرب من مسؤولياته امام المودعين، وهي معركه كمان اضافيه. ونحن على كل حال بنشد على ايدك وعلى كد المخلصين لهالبلد، يلي بعرف حضرتك من الاشخاص اذا كنت بتمثل اليوم الناخبين والشعب اللبناني بتمثلهم، لانه مثل ما قلنا تشريع، ولانه نحن عم نعمل خارطه طريق اساسيه عم نرجع ننهض فيها بالبلد بكل جوانبه. بدك تسمح لي معنا على الخط
رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين الأستاذ بسام طليس. نحن الاستقلال حقيقي كل واحد منا بيقدر يعمله ويصنعه، فنائب راز الحاج كمان بيحييك. تحياتي لك ولسعادته ولكل اللبنانيين. حبيت من خلال هالاتصال، ورد من خلال حل عنا للأسف أنه اتخذ قرار بزيادة تعرفة النقل العمومي 80 ألف ليرة لبنانية، مع العلم أنه ما صدر شيء عن الاتحاد ولا صدر عن مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة والنقل. فحبيت حضرتك خلال البرنامج توضح النقطة للبنانيين، تفضل. شكراً لك، من جديد تحياتي لك ولضيفك. ستنا الكريمة، يعني خلي في شقين بالموضوع، شق قانوني وشق عملي. بالشق القانوني ما في حدا عنده صلاحية أو دور بإصدار تعرفي للنقل البري غير وزارة الأشغال العامة والنقل، أو إذا بدك وزير الأشغال العامة والنقل بناء لدراسة تعد بالمديرية العامة للنقل البري والبحر. لطالما هيدي ما حصلت، يعني عمليا ما في إمكانية إنه حدا يقول إنه والله صارت تعرفي هالقد. هلا بيقول رأي، بيقول تمني، بيقول رغبة، هذا بتقول رغبة ورأي. هذا لا يلزم السائقين ولا يلزم المواطنين بهذا الرأي على الإطلاق. أمر الثاني، إذا كان في مشكلة مع الحكومات بلبنان والحكومة الحالية إنه ما التزمت باتفاق اللي نحن طرحناه ووافقت عليه الحكومة وطلعنا حكينا من السراي الحكومي، أنا ما بحمل المواطنة عبء عدم التزام الحكومة، يعني ما بهرب الحكومة من مسؤولياتها لروح حط العبء والمسؤولية على المواطن. نعم. ثلاثة، ومسابي هلا أنا قاعد وقاعد أنا وإخواننا بنقابة أصحاب محطات البنزين وأصحاب المحطات. نعم. هل يحق، وعم بحكي قدام سعادة نائب موجود عندك تحترمه بقدر وعم يسمعك، يعني هلا إذا نقابة المحطات اللي قاعد أنا وياهم هون طلعت بيان اليوم وقالت نحن أصحاب نقابة المحطات قررنا إنه اعتبارا من صباح يوم الخميس تنكت البنزين مليونين ليرة، هذا بتكون ملزمة؟ أكيد أكيد لا، أكيد هاي مثلها، هاي مثل هاي بالضبط. لكن حال النقل واتحاد نقل ما عنده صلاحية. نعم. إنه يعمل تعرفي. نعم. عم نحكي مع الوزير، عم نتشاور، عم نشوف شو بدنا نعمل، لكن العقبة الأساسية بصراحة، وعم يسمعني سعادة النائب، العقبة الأساسية إنه ما في استقرار بأسعار المحروقات، ما في استقرار بأسعار قطع الغيار، ما في استقرار بسعر الدولار. يعني أنا لما بيقول لي وزير الأشغال بيقول لي بس أنا أي تعرفي بدي أعمل، بعمل تعرفي قبل الظهر وتعرفي الظهر وتعرفي بعد الظهر للنقل، لأنه بعمل مثل جدول تركيب الأسعار. يعني توحيد سعر الصرف هو مدخل لانتظام الأعمال كلها في لبنان، وهذا اللي عم نحكي فيه من زمان. يعني 100% سعادتك 100%. السبب أنا من خلال شاشتكم ستنا الكريمة وعلى مسمع سعادة النائب بتوجه لكل المواطنين ولكل السائقين العموميين، في وجع، في ألم مضبوط، ولكن هذا الوجع ما بنحمله للمواطنين، بدنا نحمل الدولة مسؤوليتها بهذا الموضوع. شغلة أخيرة، ما بقدر أنا أعمل الشيء ونقيده سبنا. نعم. يعني ما بقدر أنا طالب الدولة وطالب الحكومة بتطبيق القانون وقمع المخالفات والتعديات على السائقين العموميين من خصوصي والمزور والتوك توك وغير اللبناني والتطبيقات الغير شرعية وكلهم سوا هودي، وأنا بنفس الوقت بدي خالف القانون 100%. من هيك أستاذ بسام، رجل القانون. نعم. ساعتها بقول لي رجل القانون أكيد بس تسمح لي. أكيد. إذا عم بيخالف ما أنت عم أكيد. بخالف. أنا أستاذ بسام بكل الحالات، يعني أنا حبيت اليوم لأنه هيدا حق الرد وحق التوضيح للمشاهدين، إن شاء الله بنعمل حلقة مخصصة للموضوع. أنا بدي أشكرك وسعادة النائب، بدي أقول لك يمكن آخر كلمة بهالنهار الوطني اليوم. يعني شو بتحب أنا تقول كمان بس هيك فاتنا شيء مهم، أنه في تنسيق مع وزارة الأشغال وبحي وزير الأشغال، خاصة لما حمية. صار في مشاكل على المتن لمن الأوتوستراد لمن أول شتوي، وبالتالي التنسيق مستمر لأنه في كتير قضايا بحاجة لتنسيق بين وزارة الأشغال والبلديات واتحاد البلديات والقائمة المقامية كمان. فبشكر الكل يلي عم يتحمل أنه كل يوم عم ندقدق لهم 100 مرة، بس المواطنين بيستاهلوا أنه نكون
يعني على السمع، وبنقول لهم هذا الاستقلال ان شاء الله يلي هو منقوص ان شاء الله سنة الجاي بنفس الوقت بنكون بلشنا نقول انه صار في رئيس جمهورية، صار في دولة، صار في حكم وحاكم للبنان. اكيد هذا يلي بنتمنى، مش محكوم عليه، هذا المتمني، وبتمنى للبنانيين الصحة والصبر لأنه من صبر نال. نال. أنا بشكر أكيد كل المشاهدين يلي تابعونا اليوم، بدي لكم كل واحد منكم بيقدر يصنع الاستقلال إذا كلنا متماسكين. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.